لا تخافي هيانا، شو بدك شوفي؟ حابة احكي انا وياكي شوي. ما في شي نحكي سوا انا وياكي. رح اخذ من وقتك كم دقيقة لو سمحتي. لو سمحتي لي اتواصلت معك مشان ابني. ايه ولادي كمان شافوا امهم عم تتقوص قدامهم. بلال مو واعي لسه وما قصد يلي عمله. اولادك الله يهنيك فيهم ويخلي لك ياهن، ما غلطوا باي كلمه مع حدا منا. وكمان ابني بحياته ما اذى نمله. سمع كلامنا تحت ونحن متوترين وفهم القصة غلط. يعني شو المطلوب مني؟ لو تقبلي تسامحي، ما عندي بالدنيا كلها أغلى من بلال. هو اللي مخليني عايشة بالدنيا. لا تشتكي عليه وتنهي مستقبله بكلمة منك. هذا طلبي كأم، أرجوكي ما ترديني. لوين رايح؟ عندي شغلة صغيرة، انتوا كملوا أكل. قولي لي شلون صارت إيدك ماما؟ إن شاء الله أحسن. إيه أنا منيحة، لا تشغلي بالك. ما عاد لازم نستغرب ليش البابا بعد عنهم كل هاي الفترة. عايدة ممكن ما نحكي بهالموضوع؟ طيب ليش أنا عم بغلط؟ قاعدين تحت عم ياكلوا ولا كأنهم مساويين شي. أمينة جهزي لهم صينية أكل وطلعي لهم ياها لفوق. إيه على عيني، المساكين من امبارح المسا ما أكلوا شي. طب أنا رح طالع لهم الفطور. تسنيمة عادي مكانك، أنا طلبت من أمينة. ألو آغا. نبال اسمعيني، انت بتعرفي لابن اخي بلال، اليوم رح ابعته لعندك. بس يا اغا ما في شي من اللي ببالك، لبين ما خبرك يمكن رح يبقى عندك كم يوم. يعني ما في شي تاني؟ لا، رح يقعد ويتفرج على التلفزيون ليتسلى. انا بعد شوي رح اطلع على الشغل، يعني عادي انه يبقى بالبيت لحاله؟ ما عندك دوام اليوم، اعملي له اكل ولا تخلي ابني جوعان. ها واذا حدا سالك عنه بتقولي بلال من امبارح بعد الظهر عندك، فهمتي؟ من امبارح بعد الظهر وبالليل كان هون؟ وقع بمصيبة شي؟ يلي بحكي بتساوي من تمساكت وبلا ما تسألي. نيبال مع مين كنتي عم تحكي على الموبايل؟ كان اتصال من الشغل. مين يلي واقع بمصيبة؟ مين؟ ما بعرف، مو انتي كنتي عم تسأليهم؟ ايه مزبوط، هذا الطباخ اكل من الاكل البايت والظاهر تسمم منه. وشو صار له، توفى؟ لا اوعي تقوليها، هو مرض شوي والاغا معصب منه. يعني اتصل فيكي مشان يخبرك؟ عم يقلي انت طبخي على الغدا اليوم، وهي هي القصة. يلا عادي افطري مشان تروحي على مدرستك. اليوم ماني حابة اروح على المدرسة. ليش؟ ماني على بعضي، وماتي عم تخبط شوي. عائشة وقفي لقلك. اهلين ماما. بلال كيفك يا عمري؟ انا منيح لا تشغلي بالك. كيفو خالك؟ ان شاء الله منيح. عمي بعت لي مركب انا هلا فيه.
لوين رح ياخدك؟ ما بعرف، ما قال لي. خلص انت ارتاحي، ما تقلقي. باي. صباح الخير. هاي الفطور انتم من امبارح بلا اكل. بجوز يومكم يكون بخير بس نحن لا. ما بدنا شكرا، نحن اصلا بعد شوي رايحين. رح بترك لكم الصينيه ماشي؟ من امبارح ما حطيتوا بتمكن لقمه. يلا يا اولاد على القليله انتم كلوا. قوصتوها وما ماتت وهلا قررتوا تسمموها يعني؟ شو هالحكي يا بنتي، استغفر الله، نحن ما هيك. كيف صرتي؟ طمنيني، إن شاء الله إيدك ما عم توجعك. هلأ لحتى خطر لكم تسألوا عليها؟ لا تواخذينا، بناتي تعبانين وأعصابهم متوترة. صحتين على قلبكم. هلا افرجيكي يا حقيره. عدنان، مو ناقصنا مشاكل. خلص انت لا تتدخلي امي. شو بدك تعلق مع اولاد صغار؟ عود بمحلك. انا قلت لك عود. انت شو عملتي؟ لا تقولي رميتي الصينيه لتحت. ايه ستي رميتها، ومن الرعبه نطوا عن الارض نط. مايا ما قصرتي. ايه كثير غلطت بجيتنا على هالضيعه. واخيرا رضيتي تعترفي بهالشي؟ يلا جهزوا حالكم، خلينا نطلع من هون. خلص يا قلبي لا تخاف. نيبال ما عم صدق وانا بهالحاله بدك تبعتيني على المدرسه. لانه قربوا فحوصاتك، كل يوم بتغيبي فيه بتضري حالك. بس انا مريضه اليوم. لا مانك مريضه ولا شيء، اصلا بالبيت بتمرضي اكثر. عملت لك سندويشات وليكم بالمطبخ، فوتي خديهم. يلا رح اجيبهم. شبك ليش سويتي هيك؟ شعرك مو ظابط، فوتي مشطي، فوتي استعجلي. يا الله دخيلك، شو بهاليوم؟ تفضل. تفضل اقعد وانا رح احط الشاي واجي. بدي احكي معك كلمتين. اللي بدك تقولي قولي هلا، عم نضب اغراضنا ورايحين من هون. خدوا الشناتي واستنوني تحت يا بنات. انا ما بتركك لحالك ماما. يا بنتي انا ما رح اكلها لامك، بس بدي حاكيها.
يلا رح تتأخري خلصينا بقى. فهمت أختي اليوم شو صاير معك أنتي؟ أنا بدي روح على الشغل كمان. يلا. أف. لك شو بدك؟ لبكتيني وخليتيني انسى شنطتي هون. يلا خديها بسرعة وروحي. يلا تحركي لشوف. خلصينا. ليكني رحت. مين كان هون؟ ما كان في حدا. ظاهر كان في عندك ضيف لكون زعجتك. هي اختي اجت وراحت بعدها، اخذت شغلة ومشيت. لشو هدول الذهبات؟ خديهم مني لإلك. ارجعي على اسطنبول واستأجري بيت انتي وولادك، بظن هدول بيساعدوكي هلأ. طيب ليش عم تعطيني اياهم؟ هالمكان مو مناسب إلك وشفتي بعينك. ارجعي على اسطنبول ويا ريت تنسي كل اللي صار هون. عم تعملي هالشي كله مشان بلال؟ الظاهر قرايبينك غالين عقلبك. الولد صغير وما نواعي، أنا رح بهدله وشدله إدنه. جرح إيدك بده كم يوم وبطيب إن شاء الله. خدي هدول الذهبات وامشي بطريقك. أنا معجبة كتير بالشفقة اللي عندك، بس مشان ما اشتكي على ابن قرايبتك جبتيلي كل صيغتك. أحفادك رح يصفوا بالشارع بلا سند، وهذا الرجال اللي على أساس عمهم كان رح يحتال علينا وأنتي ما فتحتي تمك بكلمة. أنا ما كنت بعرف شو عم يعمل عدنان ولا شو بده. إذا بدك بيعي الأرض لعدنان وضيفي عليهم حق الذهبات. هدول المصاري بكفوكن على القليلة سنة أنتي وولادك. مراد كان يحبك كتير، مع انه انتي ما بتحبيني، بس كرمال مراد انا كنت احترمك. بس هلا حتى احترامي الك ما عاد موجود. اسمعي فتون، وبتعرفي اسمي ما كنت متوقعه، هي اول مره بسمع اسمي منك. على شو قررتي؟ خلي ذهباتك لإلك، أنا بس بدي حقي مو أكتر. خذوا الشناتي واستنوني برا. خود عاصم، يلا خلينا نروح على غرفتك. يا روحي بس نرجع لإسطنبول مشتري لك أرنب جديد ماشي؟ أعطينا موبايلاتنا. مو تكرم عينك؟ أصلاً أنا أخذتهم أمانة بس. ها
إذا صار وغيرتي رأيك أنا جاهز لأشتري الأرض. أنا ما عندي أرض ولا تعب حالك. لكان خلينا نقسم البيدر بيناتنا بالنص. أنا كنت جاهزة لبيعك الأرض، بس بعد اللي عملته فينا لو بتعطيني وزن ترابة ذهب. بفضل إني أتبرع فيها لغيرك. لو شحدت بالطرقات ما رح بيعك إياها. لا رح تبيعيها يا فتون خانم، مثل ماني شايفك هلأ، وإنت أكيد بتعرفي هالشي. أنت ما بتعرفني بنوب، الشي اللي ممكن أعمله ما بتتوقعه. طلعي فيني يا بنت الأكابر، إذا فكرتي إنك تأذيني. تأكدي إني رح أأذيكي أكثر، ما بتتخيلي كيف رح نفذ تهديدي. ألو عمي، ليش بعتني لهون؟ طيب ما في مكان غيره؟ ما في حدا بيخطر بباله يدور عليك هنيك، خليك قاعد محلك وارتاح. عم يدوروا علي؟ لا ما في هيك شيء، بس ما لازم نستهتر بهالشغلة. لحظة بلال، أنا نبهت نبال، أنت صار لك عندها من امبارح الظهر، لا تنسى، خليك متذكر. شو هالمكان هاد؟ ما في ولا تاكسي وحدة؟ المكان ما بيشكي من شي، مي وخضار مثل الجنة. ايه ما شاء الله مثل الجنة عن جد، بلاقيه هون جهنم وعدنان الحارس تبعها. ولا تنسي بلال المجنون، عقله ما بيفرق عن عقل عدنان بنوب. يا بنات خلص غيروا هالسيرة. هلا رحنا ليش رايحين من هون؟ إذا بدنا نروح للمخفر لازم نمشي من الجهة الثانية. عم ندور على أوتيل. ماما وليش الأوتيل؟ فكرت رايحين على المطار لنرجع اسطنبول. يعني إذا ما بعنا الأرض كيف بدنا نعيش؟ طيب ماما ما بدك تشتكي على اللي اسمه بلال؟ بالأول خلينا نلاقي مكان نرتاح فيه. يلا. مستحيل أبقى بهالمكان، ما رح أجي معكم. عايدة يلا لشوف امشي. ألو شوف أغا، هدول دايرين عم يدوروا على أوتيل. شو قلت؟ شو صار؟ شو في؟ راحوا اشتكوا على بلال يعني؟ القصة ما لها علاقة ببلال، عم نحكي عنهم، هنن عم يدوروا على أوتيل. وليش الأوتيل بقى؟ على أي أوتيل رايحين؟ طيب خلي عيونك عليهم، شو فهمت؟ خلص عدنان أغا، تأمر، لا تشغل بالك، سلام. تفضلوا. بدنا غرفتين بتخت مجوز. ما عنا غرف فاضية بنوب. ما في معقول؟ طيب على القليلة غرفة واحدة، إذا نمنا كل اثنين بتخت بيمشي الحال. ما في غرف فاضية لألكم. تقصدنا بالذات؟ لا تعطلوني أكتر من هيك، الله معكم.
امشوا. عم استناكي بخان سافاش، اشتقت لك كثير. ملاك تعي افركي كتافي شوي، اخ قد ما عصب تتشنج جسمي وما عاد فيي وقف. بتعرفي ماما، رفيقتي هدى اتصلت قال متخانقه هي وخطيبها وعم تفكر انها تتركه، كانت كتير عم تبكي، خليني روح لعندها وهديها. يا الله هدول خناقاتهم ما بتخلص ابدا، قلبي حاسسني انه ما بيكملوا مع بعض. البنت لازم تساير خطيبها شوي. انا رايحه شوي لعندها. ايه بس ارجعي بسرعه لا تنسي حالك. هلا ما في وراها الا عدنان، عم يسكر كل الابواب بيوشنا. اي صحي ماما، ليش ما منروح نشتكي على بلال؟ هلا ما نفكر الا انه بيع الارض وروح من هون بسرعه. يعني رح تسكتي على الشي اللي صار فينا؟ عايده اصحك تفكري اني نسيت هديك القصه؟ على اساس رح تروحي رحله غيري جو انت ورفقاتك وما بعرف شو خبصتي. هلا هي مثل هي؟ بلال ما كان بده يقوصني، طلعت رصاصة بالغلط لما أمه مسكت إيده، أما حضرتك اختفيتي 3 أيام ولهلأ ما بعرف وين كنتي. ما عرفت شو وجه الشبه بين القصتين، أنا ما حملت سلاح على حدا ماما، بس هو حمله. لسه ما بعرف، تركوني فكر. ماما خلينا نرجع على اسطنبول، ما بدي أبقى هون أكتر من هيك. عايدة مو قلت لك ما معي مصاري؟ إذا رحنا على اسطنبول شو بدنا نعمل هنيك؟ عم تجعك إيدك شي؟ لا ما عم تجعني، أنا منيحة. ايه ولوين رح نروح؟ ما بعرف لوين بالضبط، يلا خلونا نروح. جواد رجع، لوين رايح؟ ليش هيك عم تركض؟ يا روحي أنا فكر القطة أرنبه بموك. إيه لا شو بدو يعمل بموك هون؟ أنا برأيي عدنان بيكون دبحه وأكله. حبيبي جواد هاي قطة يعني ما أنا بموك، فكرتها هو؟ يعطيكم العافية. الله يعافيك يا بنتي أهلين. يا روح قلبي أنت ضيعت قطتك وفكرت إنه هاي هي نفسها. مو هيك، كان عنده أرنب وضاع منه. لا تواخذونا، دخلنا لعندكم من غير ما ناخد إذن منكم. لا ولو يا بنتي، الضيف ضيف الله، تفضلوا. يسلم وشكراً كتير، يلا يا أولاد. يعني معقول تروحوا بدون ما تدوقوا الفطاير؟ تفضلوا. مو حلوة بحقنا أنكم تطلعوا هيك بعد ما شفتوا الأكل، لازم تاكلوا. تعا يا روحي هلأ استوت، ليك لساتها سخنة. يلا تفضلوا على السفرة. كتير طيبين، يسلموا ايديكم. صحة على قلبكم، لقمة الأكل ما بتطلع طيبة إلا على الجمعة. بتشهي عن جد، بصراحة هدول أطيب فطاير باكلهم بحياتي. الفطاير تبعود أمي مشهورة بكل المنطقة. خلينا ندفع فاتورتنا ونقوم نمشي. أي فاتورة؟ ضبي جزدانك يا خانو. معقول لك هنأكل ببلاش؟ معقول، لأنه أنتو ضيوفنا ونحن هون من ضيوفنا ما بناخد مصاري. شكراً كتير لألكم، بس والله هيك ما بيجوز، هذا واجبنا يا خانو. خجلتونا وما بعرف شو بدي قلكم. استنوا شوي، هلأ بيجي أخي وين ما بدكم بيوصلكم. يعني ممكن يوصلنا على المطار؟ عايدة طيب شو فيها؟ أوه يا أمي، ريحة الفطاير واصلة لآخر الشارع. تبعوتي صاروا جاهزين؟ جاهزين وضبيناهم. أهلا وسهلا فيكم. أهلين فيك. مساك أخي، هي حصتك، هدول الجماعة غربة عن المنطقة، معلش توصلهم طريقك؟ ما بعرف لوين رايحين. وين ما بدكن بوصلكن طبعاً، تفضلوا. يا ريتنا لو بنقدر نوقف الزمن مشان تبقي دائماً بين إيدي. عن جد يا ريت. يا الله قديش بحب هالمكان، بحس كأنه بهالعالم ما في غيرنا. لو ما نعمل هذا السد كنت أخدتك عروس على بيتي.
بس يا خسارة البيت غرق بميته. يا الله الحلم ما أحلى. ملك رح يجي يوم وكل أحلامنا تصير حقيقة. أنا بوعدك بهذا الشيء. شبك يا وردتي؟ شو صار؟ ليش هيك عم تطلعي؟ شو يعني ملك مصدقتيني؟ رجا أنا ما بطلب منك شي فوق طاقتك، بس أنت بتعرفه لأخي رح يرفضني لأني ما بليق فيكي. أنا وين؟ وأخت عدنان آغا وين؟ هو بيوثق فيك وكتير بيحبك، مو مزبوط؟ بعرف إنه بيوثق فيني. قديش كان بيحبه ليوسف، بس هو سلمني لإلي إدارة القهوة والشغل ماشي منيح نشكر الله. يعني عدنان آغا لو ما كان كتير مبسوط ما كان سلمني القهوة. بس اصبري شوي يا عمري. ليكي أول شغلة رح أعملها إني رح زبط بيتي، رح أدهنه ورح أفرشه. ما رح ساوي أي شيء إلا على ذوقك أنت يا حياتي. وبعدين رح أجي أخطبك من أخوك. إيه رجب بس لا تستعجل، أخي هالفترة كتير طالع أخلاقه. بس مرت أخي فتون وولاده يروحوا على اسطنبول وقتها بيهدى أكيد. هاي شغلة بتعمليها أول مرة بحياتك. ايه تحققت أحلامي وشوفيني قدام مبسوطة. شكراً ماما هالشي صار بفضلك. عجبتني ركبة التراكتور وما بيفرق عن السيارة الكشف بشي. لا تكوني نكارة، مو أحسن ما نجي مشي؟ قلي لنا لوين أخذتينا، نحن من حقنا نعرف. بالأرض تبعنا في بيت وهلأ رح نروح لهنيك. ما قلتي لنا من قبل إنه في عنا بيت هون؟ هاي الأرض كانت هدية زواجنا. يلا لشوف يا بطل نطع الأرض. يلا بخاطركم توصونا بشي تاني؟ لا يسلموا. على القليل الليلة عنا محل نتقوى فيه. هلأ هاد هو؟ مانك شايفتيه شلون مبهدل؟ كيف بدنا نقعد فيه؟ ما تقولي هيك، ليش بتضلي تزعلينا طول الوقت؟ بدي ارجع على اسطنبول هلأ وكمان أنا، بس حاش تعملي هيك وتصعبي الأمور علينا لو سمحتي. بلا تنظير بكفيني. ماما البيت كله شبكات عنكبوت، كيف بدنا ننام هون؟ لما عم تعملي هيك عم تصعب الأمور علينا، لو سمحت يا خانم. رح نبقى هون كم يوم بس، بعد ما نبيع الأرض رح نروح دغري. مين هالباب؟ أنا فرات. شو قلو شغل هون؟ شو بيعرفني؟ متصوركم فتون خانم، شو في خير؟ فرات بيك
كنا عم ندور على مكان نقعد فيه، بس بالاوتيلات قالوا لنا ما في غرف. كله بسبب عدنان. هالزلمة شو مشكلته معنا؟ ما عم بقدر افهم. ليكون مريض نفسيا. بيتي جنبكم، تفضلوا لعند ارتاحوا. لا شكرا لك، رح نبقى هون لفترة لبين ما اقدر بيع الارض. ما رح تقدروا تقعدوا هون، تفضلوا لعندي. شكرا، نحن مالنا بحاجة لمساعدتك. ايه ماما، هلا منظبط البيت سوا. لا تعملوا هيك يا بنات، معقولة تقعدوا هون؟ يلا تفضلوا. اضغطي اضغطي اكتر. والله لما سمعت صوت المسدس وقف قلبي. الله ستر ما سقطت اللي ببطني. خلص لا تزودي حكي، على اساس حامل بولد وما حدا قدك. اضغطي بقوة. كل الجيران سمعوا صوت السلاح ساعتها، بس انا نكرت القصة والكل صدق. ايه عفارم عليكي. لا تواخذني اغا. شو صار ولا؟ ليش تركتن واجيت لعندي؟ لانهم راحوا يا اغا، ركبوا بالتراكتور وراحوا. ايوه يا ويلي هالمنزعه شو صار فيها؟ ولوين راحت هاي بالتراكتور؟ والله يمكن راحوا على المطار يا اغا، خالي حسيبه قالت لي انه هيك حكوا. ولك كيف بدها تروح بالتراكتور على المطار يا اهبل؟ بس تعرف اغا، انت عن جد زلمه كتير ذكي، اذا ما لقوا مكان بالاوتيل شو بدهم يعملوا؟ راح ينجبروا ويرجعوا على اسطنبول اكيد. لك يروحوا على جهنم الحمراء، الله لا يردهم. اغا يعني لو باعوا هاي الارض وراحوا مو احسن لون؟ لا تزود حكي ولك، يلا على شغلك بسرعه. خلص بكفي، قوم اعملي لي فنجان قهوه. يلا من عيوني. اوخ اوخ. ماما انا ما لي ثقه بهالزلمه، هو الوحيد اللي عم يساعدني هون. بالاخير هو اخوه لنارين وخاله لبلال، برايي خلينا نبعد عنه. فرات شخص راقي، اصحكم تتصرفوا مع هالزلمه غلط. تفضلوا اهلا وسهلا. تسلم ايديك. ممكن استخدم التواليت لو سمحت؟ طبعا على اليسار جوا. كيف صارت ايدك؟ صارت احسن بس لسه عم توجعني. مزعوج من اللي شفته؟ لا تكون مزعوج لانه ما قدر يقتلها على الاخر. عايده شو حكينا من شوي نحن؟ جواد على القليل اشرب نصهم بس. في شي مكتب عقاري بتعرفه بهالمنطقة؟ طبعا بعرف. لكن اعطيني عنوان المكتب اذا بتريد. انا رح اتصل بحسن وهو رح يساعدك. الو حسن، انت بالمحل؟ عندي صديقة قريبة، الخانم في عندها أرض وعم تفكر إنه تبيعها، إلا تجي لعندك فورا. يسلم ويعطيك العافية، ثواني رح تكون عندك. الزلمة عم يستناكي هلا. تمام عايدة، ديري بالك على جواد لبين ما أنا بدي روح معك. لا ما في داعي لروح، ما بدي يبقى هون، بدي روح معك. كتير عنيدة هالبنت، رح تجنني. مو مشكلة، إذا رحتوا سوا بيكون أحسن. جواد ضيع أرنبه وزعلان عليه. أنا بدير بالي عليه، لا تقلقي. ماما يلا خلصينا. ماما. إيه؟ لازم أحكي معك بشغلة ضرورية. ممكن نأجلها لبعدين؟ ضروري هلأ يا أمي. ماما بعدين بنحكي، عندي شغل هلأ. لوين راحوا الماما وعايدة؟ رايحين على مكتب عقاري، ينسي يدلون على الطريق. مرت عمي، راحوا جماعتك بخير. مين هدول جماعتي؟ يعني مرت ابنك وولادها، راجعين على اسطنبول هلا. اوه يا ربي، واخيرا راحوا. الحمد لله. والله هيك احسن بكتير، والا انا كنت خايفه يصير شغلات ابشع من اللي صارت. شو كانكم كلكم انبسطتوا بالخبر؟ نارين اذا بدك منوزع حلو على اهل الحاره. ايه
شو عم تحكي تسنيم؟ تسنيم يلا خدي القهوة. خالتي لا تواخذيني، بس أنا صبري في إله حدود كمان. الحق معك، اهدي نارين خلاص. ألو أغا، أنا بدي أقول لك شغلة. أختي رح ترجع من المدرسة الظهر، هالولد اللي عندي هون قدي رح يبقى؟ فهمت عليكي، رح أبعت لك المركب، قولي له جهز حاله. تمام. تشرب الشاي مايا؟ استني لحتى أعرفك على صدف. صدف، طلعي حواليكي، الشاب اسمه جواد وهو ضيف عنا هلأ. طيب إذا ما قدرتي تبيعي شو رح يصير؟ رح نبيع عايدة إلا ما يكون في طريقة. من لما أجينا عم تحكي نفس الحكي طول الوقت. عايدة، كل اللي بيطلع بإيدي عم حاول ساويه، وأسوأ احتمال بيع لحدا بنفس السعر اللي أعطاني إياه عدنان. ما عندك خطة تانية مو هيك؟ أصلاً ولا مرة أنت حليتي شي. البابا هو اللي كان يفكر بكل الأمور. إذا عم بكذب قليلي. رجاء ترك رسالة بعد سماع الصافرة. حبيبي ليش دايماً موبايلك مسكر؟ بدي أحكي معك ضروري كتير يا عمري. هذا موبايل مايا، أنا موبايلي انكسر، اتصل فيني. أكيد حضرتك بتعرف هديك المنطقة منيح. إيه طبعاً بعرفها، بس ما منلاقي حدا يشتري بهديك المنطقة. ليش يعني؟ ما بعرف، يمكن ما لها مرغوبة. بس محمود دمير كان بده ياخد هونيك. إذا الوضع هيك ليش إجيتي لعندي؟ كنتي بيعيها. لأنه فرات بيك قال لي حضرتك ممكن تساعدني. على القليلة لو نجرب نحط إعلان أو هيك شي. بصراحة ما كنت بعرف فرات بيك رح يبعتك. ماما شو صار معك؟ الظاهر حضرته مانو ناوي يساعدنا بنوب. امشي بنتي. عدنان بيك هاي اجت لعندي مشان تبيع أرضها. قلت لها مثل ما اتفقنا بالضبط، لهيك حملت حالها وراحت. ايه حسن بيك فهمت شو قلت، ولا تشغل بالك بالموضوع، يلا يعطيك العافية. شو كنتنا المأنزعة ما انقلعت؟ وين هي والولاد هلأ بالله؟ عم تحاول انها تبيع الأرض. ما كان لازم تعمل هيك يا عدنان، ما كان لازم تصعب الأمور على حالك وعليها. فهميني أمي شو عملت أنا؟ عدنان لو عطيتها حقها ومصرياتها كانت من زمان أخذت ولادها ومشيت. أنا من الأول قلت لها بعتي الوكالة وخدي حقك على دوزبارة. هي حملت حالها وإجت. أحسن ما تعاتبيني روحي احكي مع أخوكي. وشو علاقة فرات؟ عم يوقف مع هديك المأنزعة ويساعدها. هلأ قال لي الدلال حسن، قال له هاي صديقتي المقربة إلي وياريت تساعدها. من إيمت صارت صديقته ماني عرفان.